بني قصر الباب العالي بأمر من السلطان محمد الفاتح بعد سنوات قليلة من فتح مدينة اسطنبول. واتخذ مركزا لحكم الدولة العثمانية ومقرا للسلاطين وحاشيتهم. نحو 4 قرون خلال الفترة الممتدة بين عامي 1478 و 1856. شيد إثر فتح مدينة اسطنبول عام 1453 للحاجة إلى قصر كبير يليق بمكانة السلطان العثماني ومملكته الآخذة في الاتساع. أمر السلطان العثماني محمد الثاني عام 1459 بتشييد القصر الجديد فوق أنقاض الحصن البيزنطي، فوق تلة مطلة على مضيق البوسفور والقرن الذهبي وجل مناطق اسطنبول التاريخية. انتهت أعمال بناء القصر الجديد عام 1478، وتحول إلى مركز إداري للدولة العثمانية ومقر رسمي للسلاطين. أطلق على القصر الذي أقام به نحو 4000 شخص في ذروة الدولة العثمانية اسم القصر الجديد، وحافظ على تسميته حتى القرن 18 حين أطلق عليه اسمه الحالي توبكاب في عهد السلطان محمود الأول، وتعني بالتركية بوابة المدفع. يذكر أن القصر سمي الباب العدلي بداية القرن 19 نسبة إلى السلطان حينها محمود الثاني المعروف باسم محمد العدلي، ثم في النصف الثاني من القرن 19 بات يسمى الباب العالي. القصر يتألف من 4 أفنية رئيسية وعدد من المباني الأخرى الموزعة ما بين مساكن ومطابخ ومساجد ومشفى وغيرها من المرافق. المساحة الإجمالية للمباني تبلغ 80,000 متر مربع تقريبا. حولت الحكومة التركية القصر إلى متحف في 3 إبريل عام 1924، وانتقلت أمور إدارة القصر إلى وزارة الثقافة والسياحة التركية. يحتوي المتحف على معروضات متنوعة من التحف والأواني الخزفية والأزياء والأسلحة والدروع والمنمنمات العثمانية والمخطوطات الإسلامية والمجوهرات الثمينة، بالإضافة إلى الآثار المقدسة المحفوظة فيما يسمى جناح خرقة سعاد.